ما تعرف به الفتنة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخان ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقد رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية بأبسط من هذا، ولفظه عند أبي نعيم، وقال: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. وفي رواية ابن أبي شيبة قال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء، والباقي بنحو ما تقدم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.